ناخد توضيح أكتر عن هذه الدراسة. معانا دكتور فؤاد عودة رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية من روما. دكتور فؤاد صباح الخير، أهلا بحضرتك معانا على شاشة قناة النيل الأخبار. والحقيقة الدراسة مطمئنة لحالات كتير بتنتظر التبرع بالكلى من أحياء، يعني حضرتك أولا شايف الدراسة مدى يعني صحتها على أرض الواقع ومدى كمان دقة المعلومات فيها؟ صباح الخير للجميع. نعم، خبر مفرح مثل كل الأخبار اللي بنشوفها من ناحية البحوث الطبية. عشان نوصل الصورة، احنا بنعرف زرع الكلية يتم لما يغدى فشل في الكلية للشخص، يتم من شخص حي أو يتم من شخص ميت. نجاح العملية لها احتمال 95% نجاحها لما يكون من شخص حي، لأنه بنعرف جميع الأسباب اللي بتقدر تساعد في نجاح هاي العملية. 80% لما يغدى الزرع من شخص متوفي. هاي النقطة. ثانياً، الشخص بوصل لزراعة الكلية بعد ما يعمل غسيل الكلية. نجاح العملية يتعلق في كثير من الشروط اللي بتتخصص في الشخص نفسه، الأمراض اللي عنده. هسه البحث اللي صار في المدة الأخيرة، لابد أن نأخذ في عين الاعتبار تقدم كبير في تكنولوجيا الجراحية. يعني اليوم الجراح يعمل في شكل ميكرو جراحية تختلف بكثير عن 10 سنين سابقة، وعن 10 سنين أو عن 30 سنة. وهذا بيساعد تقريبا 85% بنجاح العملية. ليش؟ لأنه طريقة العملية الجراحية اليوم تفيد انه تشجع الاشخاص اللي يتبرعوا في زراعه الكليه، وليس فقط من العائله واصدقاء كثير. ليش؟ لانه في عندنا ارقام كبيره من الاشخاص اللي ينتظرون زراعه الكليه ويعملون يوميا غسيل الكليه، وبنعرف انه غسيل الكليه ليس فقط مره في اسبوع، يعني قليل، إلا مرتين ثلاث، وكل الأشياء اللي يحتاجها الشخص. عشان هيك إنه يتوفى فقط 1 من كل 10,000، نسبية لا، كانوا يتوفوا 3 من كل 10,000، وهذا عشان نجاح العملية. هذا خبر مهم. ليش؟ لأنه في نفس الوقت بنأخذ في عين الاعتبار إنه التبرع من الشخص الحي 95% نسبة نجاح إنه تستمر عمل الكلية. عمل الكلية في هاي الحالة بعد الزراعة تستمر من 15 ل 20 سنة، بالفرق من زراعة الكلية من شخص متوفي تستمر من 10 ل 15 سنة. وغسيل الكلية للأسف، فقط غسيل الكلية لا يؤكد إنه الشخص يستمر في الحياة أزيد من زراعة الكلية. وكل هاي الأمور بتخلينا إن نغدى يعني مبسوطين لهذا البحث. يعني دكتور فؤاد، عموما واحنا بنتكلم عن زراعة الكلى وانه في او نقل يعني كلية من شخص على قيد الحياة الى شخص اخر بيحتاج اليها، المخاطر او الصعوبات يعني امام عملية جراحية زي دي سواء للمتبرع او للشخص المريض؟ نعم، في هاي الحالة احنا قبل ما يختار الشخص المتبرع لازم نعرف انه لازم يعمل جميع الفحوصات وما يغداش عنده مضادات حيوانيه وبالنسبه لجهاز المناعه. ليش؟ لانه جهاز المناعه مهم انه ما يصيرش
مقاومه ورفض الكليه نفسه، لانه الاجسام المضاده اللي بتتكون تقاوم الكليه، لما تقاوم الكليه هاي في فيش فرق بينها بين انه من شخص حي او شخص ميت. بس المهم انه زراعه الكليه من شخص حي انه تغذى باسرع وقت ممكن، انه تغذى الصفات من ناحيه نوع الدم وجميع الشروط المتوفره متكامله تغذى، عشان ما يغذاش احتمال رفض الكليه، وفي نفس الوقت الشخص اللي باخذ الكليه لازم نشوف جميع الامراض اللي عنده، سكري، سرطان، امراض القلب، امراض جلطات دمويه. نعرف انه سبب من الاسباب التوفي فورا بعد 3 أشهر تكوين جلطات دمويه بالاورده اللي بتوصل للكليه، او تضيق في الاورده اللي بتوصل للكليه، وهذا سبب رئيسي من التكوين الخطر على التوفي فورا. ويتكون او تتكون الجلطات الدمويه لما يغدى فرق كبير بين نوع الدم، او عنده سكري، او عنده سرطان، او عنده امراض في نفس الجلطات الدمويه. دكتور فؤاد، يعني عموما ايه النصائح اللي على المتبرع والمريض ان هم يتبعوها بعد اجراء عمليه نقل الكليه؟ نعم، احنا بنعرف انه بده يعني تقريبا اسبوع ل 20 يوم بنشوف كيف صار العمليه، وطريقه العمليه مهمه، ونجاح العمليه مهم بالنسبة للكلية إن وصلت في أسرع وقت ممكن. لازم يحافظ على طريق الغذاء بنعرف إنه مهم، كيم كل المواد الدهنية واللحوم الدهنية، ويأكل سمك وفواكه وخضروات، ويشرب مية كتير، وفي نفس الوقت ما يعملش رياضة كتير فورا، أو ممارسة الجنس فورا، وكل هاي الأشياء اللي بتسبب التهابات أو مضادات. في نفس الوقت ما يشربش قهوة كتير، يدخن الدخان، يغدى متريح في منطقة يعني مرتاح فيها، وفي نفس الوقت بعد ما يعمل كل الفحوصات والألترا ساوند عشان يشوف الكلية محلها وفيش مضادات وفيش أشياء اللي بتقاوم الكلية نفسها في جسم الإنسان، بيقدر يستمر في حياته بدون ما يعمل غسيل للكلية. وإذا كان بالسابق قبل العملية يعمل غسيل للكلية. اليوم إحنا بنقدر نوصل الصورة إنه زراعة الأعضاء وجزاء في جسم الإنسان الحمد لله وصلت لدرجة نجاح كبير، عشان هيك بنشجع كثير من الأشخاص اللي بيقدروا يتبرعوا، لأنه فيش خطر كبير عليهم مثل ما كان متوقع بالسابق. ليش؟ لأنه المعلومات ما كانتش متوفرة والبحوث ما كانتش متوفرة. اليوم في عنا معلومات كثيرة إنه الشخص بعد الزراعة 20 سنة يعني بيقدر يعيش براحة وبدون أي سبب إنه يغدى خايف مثل ما قبل العملية أو فقط في غسيل الكلية. نعم، دكتور فؤاد عودة رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية، بنشكر حضرتك، شكرا جزيلا، كنت معنا على الهواء مباشرة من روما. شكرا جزيلا.